جنازة ديال الضحايا حادثة سير البارح اللي توفوهم ساكن في حادثة سير، الله يرحمهم ويوسع عليهم. كما كتشوفوا الساكنة كلها غادا، ثلاثة الجنائز وزد السيارات كيحملوا جثمان ديال المرحومين، الله يرحمهم ويوسع عليهم. في هذا النهار الجنازة الثالثة مدينة ويسلان لحادثة سير، المرحومين اللي توفوا بحادثة سير. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجماهير غفيرة من مدينة ويسلان كتأسف للحادث اللي وقع البارح، الله يرحمهم ويوسع عليهم. هذيك الجنازة ديال الحادثات. مرحبا خويا، مرحبا، الله يرحمهم ويوسع عليهم. كما كتشوفوا جماهير كثيرة من مدينة ويسلان اللي كتمشي مع الجنازة ديال المرحومين اللي تفوا بحادثة سير البارح. مشكور كل من ساهم من قريب من بعيد، من الدرك الملكي، الامن الوطني، الجهاد. حضور القوات المساعده تسمين الطريق تا هما. كما كتشوفوا جماهير غفيره لدفن جثمان المرحومين ديال حادثه سير ديال البارح. هادو كلهم غير الناس ديال ويسلان، حبابهم وخوتهم، الله يرحمهم ومساكن كما تيقولوا الوليدات. امين، الله يرحمهم. دابا دابا الاخوان راهم تيحاولوا يجهزوا واحد البلاصه فين يديروا اقامه الصلاه على المرحومين، كيقلبوا على بلاصه. صلاة الجنازة على المرحومين اللي توفوا بحادثة سير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. كما كتشوفوا الجنازه خلاص كما قلنا ديال الربعه ديال ضحايا حادثه سير على مدينه ويسلان اليوم في اجواء المقبره لتشييع جنازات المرحومين. المرحومين الله يرحمهم ويسع عليهم، هم السابقون وحنا ان شاء الله بهم اللاحقون. وتنشكروا ساكنه ويسلان على التفهم ديالهم، هما تيعاونونا، هما اللي طلعونا فوق السور، هما اللي تيديرونا الطريق باش نحاولوا نوثقوا هذا الحادث. وهذا كيثبت بان الناس ديال ويسلان الناس ديال الاخلاق، الناس ديال الاصل، الناس الواعيين، تقفين مدينه ويسلان بالاطر ديالها. نعتذر. Thank you.
وألحقهم بنبينا عليه السلام. اللهم إن أصحابنا خدمت أهلنا وخدمت دنياهم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فإنها لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة هم خير فاكهون وأزواجهم بإعتبار على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون الزمان هؤلاء من الغفر الرحيم حتى تجمع أيها المجرمون على تحذيركم يا بني كما إنه نشعركم فيه وأن عبدوني هذا صراط مستقيم ودخل الله منكم جنة كثيرة أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون وحفظ بها كنتم تكفرون على نفسهم وعلى أفواههم وتكلمنا أيديهم وأشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء ولا تمصنع على أيديهم الصبر الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء ونبصناهم على مكانهم ولا يرجعون ولن يعملوا حتى تجبر أفلا تعقلون وما عندنا بشرى آمين من خزائن مغفرته آمين من آمين عند السؤال آمين اللهم ثبت عند المسألة منطقهم آمين ولا تبتليهم في قبرهم آمين إن لا طاقة لهم به آمين والحق بنبينا عليه السلام آمين اللهم يا رب إن كانوا محسنين آمين وزد إحسانهم آمين وإن كانوا مسيئين آمين وتجاوز عن سيئاتهم آمين اللهم لا تحرمنا أجرهم آمين ولا تفسنا بعدهم آمين واغفر لنا ولهم آمين اللهم يا رب أمنهم من عذاب القبر آمين من سؤال منكر ونكير آمين من أكل الديدان آمين أغيظ وجوههم يوم البعث أعتق رقابهم من النيران أعتق ميزانهم الحسنات ثبت قدامهم على الصراط واسكنهم في وسط الجنان وارزقهم جوار سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وأكرمهم بلقائك يديا اللهم يا ربي ثبتهم عند سؤال الملكة اللهم ثبتهم اللهم يا ربي ثبتهم بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم يا ربي اجعل من الذين تجري من تحتهم النهار جنات النعيم والوالدين ديالهم والأسرة ديالهم الله يعطيهم صبر المؤمنين صبر الخاشعين صبر سيدنا ايوب جعل البركه في الباقين جعل عوابهم صبرا جعل البركه فيما خلفوا من ورائهم الله يعطيهم صبر المؤمنين صبر الخاشعين الحضور الكريم امين عشر خطبات لكل احد امين يثبت العمل لكل احد امين يثبت كل شيء امين جثمان المرحومين بربعة نتيجة حادث التسير كما كتشوفوا هاد الدفينة سالات ولكن الزملاء ديالو الأصدقاء ديالو خوتو عائلتو ما سخاوش بقاو واقفين مساكن حالة استثنائية في هاد الجنازة الله يرحمه ويسع عليه وهم السابقون إن شاء الله وحنا بهم اللاحقون
والشكر كل من ساهم من قريب من بعيد في هذه الجنازة، إلا أن واحد الرسالة خصني نبلغها. كاين بعض الأجهزة اللي جاو لهنا وما بغاوش يبانوا، بقاو غير برا من جهاز الطاقم ديال جهاز الدرك الملكي، القوات المساعدة، أعوان السلطة، هادو كلهم كانوا هنا وما حنا ما تحاولناش نوثقوهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم الاخوه الكرام. هاد الدراري مساك الله يرحمه ويوسع عليهم الرحمه، كانوا دراري طيبين، كانوا من خلق الله تعالى وتبارك. انا واحد من جارهم وكنشهد على هاد الدراري هادو الله يرحمهم مساكن ويوسع عليهم الرحمه. كانوا دراري عباد الله سبحانه وتعالى، يعمروا المساجد، كل شيء الحمد لله ولله الحمد ولله الحمد. الله يبغاهم في هذا النهار العزيز، في هذا النهار ليله القدر، في هذا النهار المبارك. اللهم بارك الحمد لله، الله يرحمهم ويوسع عليهم الرحمه ويغفر لهم ويصبر العائله ديالهم ويصبر الاحباب والزيران ديالهم وكل من سعاده في هاد الناس هادو ان شاء الله. والله يرحمهم ويوسع عليهم الرحمه ويغفر لهم في هذا النهار المبارك، هذه الليله العظيمه، هذه الليله المباركه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هاد المرحومين الذين فقدوا الى عبد الله، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقيهم يا رب من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وازواج خيرا من زوجهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقيهم يا رب من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم. اللهم ان كانوا محسنين فزد احسانهم وان كانوا غير ذلك فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم الاهل ديالهم يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الصبر والسلوان على فقدانهم. اللهم يا رب ثبتهم عند السؤال منكر ونكر. اللهم يا رب ثبتهم بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، والاهل ديالهم اللهم ارزقهم الصبر والسلوان على الفقدان ديال هذا الاهل ديالهم. نتمنى من الله عز وجل ان يشملهم بالرحمه والمغفره يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.